وللحديث عن التطورات السياسية والعسكرية في سوريا وتوالي التأكيدات الدولية برفض التطبيع مع النظام السوري، معنا من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. مرحبا بك معنا سيد ياسر. أهلا وسهلا بكم. بالأمس الاتحاد الأوروبي أكد عدم موافقته على إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، اليوم نحن نتكلم عن دولتي قطر وتركيا أيضا تعيدان التأكيد على رفض التطبيع مع النظام السوري لأسباب كثيرة جدا، لكن السؤال ماذا يعني توالي هذه التصريحات؟ هل يعني أن هناك محاولات تطبيعية حقيقية وبالتالي يستبق أو تستبق هذه الدول أو تعلن عن مواقفها تجاه هذه القضية؟ يعني بتصوري بالنسبة للاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي هي متصالحة مع نفسها، هي لا تتناقض مع سياسة يعني الأنظمة والقوانين المعمول لديها بها، سيما عندما نعلم أن هذا النظام يعني مجرم بشكل دولي ويحاكم أيضا في محاكم لبعض الدول الأوروبية. لذلك أنا بتصوري وهذا النظام لم يقدم أي خطوة إيجابية باتجاه أي حل سياسي ضمن القرارات الأممية 2254 و2118، لذلك الدول الغربية لا يمكنها أن تتجاوز سلسلة القوانين التي والأعراف والمبادئ الحقوق الإنسان التي تتعامل من خلالها، وبالتالي أنا لا أرى أن هذه الدول يعني تصعد الآن بهذه التصريحات، وإنما هي مستمرة بمثل هذه التصريحات، سيما وعندما نعلم أنها تجدد تلقائيا سياسة العقوبات، وقد تم إضافة أسماء إلى قائمة العقوبات الجديدة لديها خلال الأشهر الماضية. لذلك أنا أرى أن الاتحاد الأوروبي متصالح مع نفسه في هذه التصريحات. أما بالنسبة للدول الخليجية والدول يعني هذه القمة التي تحصل الآن في قطر، أنا بتصوري مطالبة قطر بإبداء موقف، سيما ونحن على أعتاب ما يعرف بمبادرة لقمة للجامعة العربية، وتتعالى التصريحات لبعض الدول التي هي أيضا لم تغير يعني بمفرداتها، الجزائر على وجه التحديد او حتى الامارات التي استجد ما يعرف ب يعني عمليه تجديد العلاقات مع النظام وتطبيع مع نظام الاسد. بتصوري قطر تعطي رساله مفادها على انها لن تساهم في عوده النظام، ويمكنها ان تعطل عوده النظام الى قمه الجامعه العربيه وايضا المملكه العربيه السعوديه. اذا عندما ننظر الى ان الدول الغربيه والدول الخليجيه المهمه لن تتعاطى مع عملية التطبيع، يعني لذلك أن هناك تعطيل لمشروع أو مشاريع إعادة الإعمار، ولا يمكن أن يكون هناك جدية حقيقية لإعادة تبييض سمعة النظام أو إعادة تصنيع من جديد. لكن ألا تعتقد أن إعادة التأكيد على رفض التطبيع مع النظام غير كافية أمام استمرار النظام بقصف المدن السورية وتهجير السكان ووجود قضية اللاجئين السوريين يعني بالملايين في الخارج؟ إشارة مهمة أشرتم إليها، عندما يكون هناك مجرد عقوبات تطبق على النظام أو مجرد تصريحات، هذا الأمر لا ينصف الشعب السوري ولا يوقف عمليات الاعتداء المتكررة والمتوالية، من سيما إذا علمنا أن هذه الاعتداءات تتم ليس فقط من قبل قوات النظام وإنما من قبل ميليشيات إيرانية ومن قبل أيضا الطيران الروسي. بتصوري لا يوجد جدية حقيقية للمنظومة الدولية لإيجاد حل سياسي أو للضغط لتفعيل عملية الانتقال السياسي وحل سياسي في سوريا، كون أن مجرد التصريحات لا توفي هذا الأمر ولا توقف عمليات القصف أو الاعتداءات المتكررة على المواطنين المدنيين في الداخل السوري. لكن هل ما زال هذا النظام أستاذ ياسر قادرا على إدارة بلاد تحولت إلى يعني منبع للميليشيات إنجاز التعبير وإلى مورد أساسي للمخدرات كما جاء في التقرير، فضلا عن تبعيتها الواضحة لروسيا وإيران؟ كلام دقيق جدا. عندما نقول أن هناك شبه دولة الآن في سوريا، استطاع النظام أن يحول هذه الدولة إلى دولة فاشلة. النظام يتعامل مع في الداخل السوري وهو والميليشيات شأنه شأن يعني مافيات تتحكم بمفاصل يعني على مستوى غير شرعي وآليات غير قانونية. أتكلم عن الضغوطات التي تمارس من قبل الميليشيات أو حتى من قبل إيران على طبقة التجار الموجودين في الداخل السوري. أتكلم حول عملية يعني عمليا تجاوزات قانونية وخصوصا عمليات التصنيع للمواد المخدرة والتصدير. كل هذا الأمر يعني لي أن سوريا الآن تحكم من قبل مافيات، لا يوجد منظومة حكم حقيقية، وبالتالي سوريا تشكل خطرا الواقع الداخلي في سوريا، تشكل خطرا على دول الجوار
الحوار ودول وعلى الأمن والسلم الدوليين، يجب على المجتمع الدولي أن يفكر بحقيقة أن يكون هناك استقرار في سوريا، حتى يكون حقيقة ينعكس هذا الاستقرار على الإقليم بشكل كامل. لا يمكن تسليم ملف سوريا إلى مافيا تدار بشكل مافياتي، ولا يمكن أن يكون هناك حقيقة اطمئنان أو عدل للاجئين في ظل هذه الظروف التي نتكلم عنها. وهنا نتساءل، ماذا تبقى من الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في سوريا؟ يعني بتصور الحل السياسي هو عملية مزدوجة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. عندما نتكلم عن النظام على أنه يمانع أو يعطل مسار الحل السياسي، أنا بتصوري هذا مجرد يعني بسبب الفراغ وعدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي. في حين تحقق وجود يعني إرادة حقيقية لإيجاد حل سياسي، لن يستطيع هذا النظام أن يقف يعني أو يمانع أو يعطل. هذا ما وجدناه عند النظام عندما كان قوات النظام متواجدة في لبنان وطلب منه أن ينسحب من لبنان، كان خلال 24 ساعة يسحب كافة قوات النظام من داخل لبنان إلى سوريا. إذن النظام لا يستطيع أن يقف أمام إرادة دولية فيما إذا تحققت هذه الإرادة. روسيا تقرأ يعني وتستطيع أن تعطل على المسارات الأممية، والولايات المتحدة الأمريكية غير جادة حتى هذه اللحظة لإيجاد حل سياسي، ليس لقناعتها ببشار، وإنما لقناعتها أن مشروع سوريا هو جزء من حل إقليمي ينعكس على سوريا، اليمن، العراق، ولبنان ومناطق أخرى. وهذا يعني أنها في صلب الاهتمام الدولي، لكن كيف تعاد أو يمكن إعادتها إلى محور الاهتمام الدولي بعد أن ثبت بالفعل جرائم النظام ومظلومية الشعب السوري؟ يعني بتصوري يعني ما نشهده الآن التطورات على مستوى الإقليم، القمة غدا ما بين بوتين وبايدن يعني الافتراضية، أنا بتصوري سيكون الحديث حول الملف السوري. روسيا أيضا محشورة في الزاوية وهي ستفاوض عبر الورقة السورية. إيران أيضا في ملف المفاوضات في فيينا، يعني ليست بالأمر اليسير لديها، وأيضا هي تفاوض عبر الورقة السورية. الجميع يمكن أن يقدم سوريا كورقة من أجل تحصيل مكاسب خاصة بهم. أهمية أوكرانيا بالنسبة لروسيا أهم بكثير من سوريا، وأهمية القضية يعني الاتفاق النووي لإيران أهم بكثير من سوريا. إذن سوريا ورقة في يد الروس وفي يد الإيرانيين، وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر. لذلك سيتعطل أي حل في سوريا ريثما يكون هناك حلول خاصة بهذين البلدين. أشكرك جزيلا المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول.